صباح الخير، كي جاتكم هاد الدخله الصباحيه؟ المغزى هو اي حاجه بغيتيها خاصك تدمر عليها وتخدم عليها. كي صباحين لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، دوزي نهاركم مزيان. قولوا لي، طمنوني، كتخرجوا شويه كتفوجوا شويه، ان شاء الله نهار 24 ما بقى ليه والو وغادي يتحل كل شيء ان شاء الله، غير هو الحيطه والحذر كالعاده، راه مازال الفيروس ما حتى لقيح ما كاين. المهم غادي تدوزوا معايا نهاري، واحد النهار لي سبيسيال ان شاء الله. غادي ندير تغييرات في المطبخ، وبطبيعه الحال دائما التغييرات اللي كنديرهم معكم ما كيكونوش فيهم بزاف ديال المصاريف ولا الجهد ولا التهراس ولا نهائيا، كتكون شي حاجه اللي كتبان هكا استيتيكمون زوينه، وميم طون في المصروف كتكون خفيفه على الجيب. يلا خليكم معايا باش نوريكم شنو غادي ندير في المطبخ. غادي نبدلو كومبليتمون. يلا خليكم معايا باش تكتشفوا كيفاش غادي ندير ليه. ما تنساوش اللايك، اشتراك في القناه لاول مره كتشوفوني. مرحبا بكم، ومرحبا مرحبا مرحبا بالناس الجداد اللي نضافوا للعائله ديالنا. صافي بليزير انا نشوف العائله ديالنا كتكبر شويه بشويه. لهلا يخطيكم، ومرحبا بكم، ودائما ان شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم. فما تنساوش داك الزر الاحمر اللي لتحت، ضغطوا عليه باش تنضافوا للعائله ديالنا ونكبروها ان شاء الله، ونجيب افكار جديده. وعلاش لا، الصيف جاي، البحر جاي، ممكن غير النشاط الحيوية. يلا خليكم معايا حتى لخرج الفيديو باش نشوفوا الكوزينة كيفاش غتولي. كيف قلت لكم غادي نديرو تغييرات في المطبخ، والصراحة انا كيعجبني بدل مرة مرة بهاد الاشياء اللي كتكون بسيطة، يعني ما كتخسريش فيها بزاف ديال الفلوس وكتكون سهلة. هادو غادي تلقاهم البنات بارتو، الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال المواعن، ولا الناس اللي كيبيعوا داكشي تجهيزات هكا، كل الاغراض ديال المطبخ وداكشي راه موجودين. غير هو الحاجة اللي غادي نقول لكم، ردوا البال ما خاصش يكون اللور ديالو بيض. انا غنوريكم اللور ديالو دابا تقريبا بحال القهيوي، هذيك هي اللي كتكون لاكول ديالو كتلصق مزيان، داير 30 درهم. راه تلقاه بزاف ديال البلايص دابا ولاو كيبيعوه. اي فتح الجرت في البيض الصراحه كيضوي الكوزينه، سورتو انا عندي البلاكارات غامقين كما شفتو اللور ديالو كيفاش داير. هذا هو الدوريجينال البنات. عندي البلاكارات غامقين، ان شاء الله غادي نصبغهم. ما بديت بهذا، كتجي الورقه كبيره، راه فيها 70 على 77، يعني فريمون كتجي عريضه، والورقه الوحده دايره 30 درهم. غتلقاه كل واحد فحال كيدير ليه الثمن ديالو. ما كيف قلت لكم اللور ديالو، ردوا البال ضروري خصو يكون في داك القهيوي، ما يكونش بيض حيت داك البيض كيكون مزور. بالنسبه للتركاب ديالو البنات، فيه الخدمه شي شويه، سورتو انه كيخص كي تحيدي النقاصات ديال الضو لانستالاسيون. الا عندك شي انستالاسيون في كوزينه مثلا، انا عندي شوفو كما شفتو راجلي كيحيد لي تويو. من الاحسن، هذه النصيحه اللي نقدر نعطيكم، الا بغيتو يجيكم بيان فيني وتجيكم بحال الخدمه ديال المعلم، بحال لا كتبان تحجرت، ما كيبانوش فيه العيوب وكيبان في الشوفه زوين. ضروري كما شفتو حيدنا النقاصات ديال الضو، حيدنا التويوات اللي كاينين تما ديال الشوفو. وانتيا كترسمي فيه كتركبيه عاد كتبداي تقطعي، اما الا قطعتي من الاول كوني اكيد غيبان لك فيه العيب وغتزكى مخسراه. فكيف قلت لكم ضروري كيخصكي فريمون يكون عندك داك النار خاوي، ما عندك ما يدار فيه باش تقضيه. واحد الحاجه اخرى، الحيط مسحوه مزيان، ما يكونش فيه قطره ديال الماء وما يكونش فيه الدهون ولا شي حاجه. ويلا بغيتو تفننوا عليه، كاينين دوك الطريفات الصغار، يعني تقدروا تقطعوهم وتلاصقوا ورقه مع ورقه باش كيجيكم داك الفتح الجات 100%. انا الصراحه ما درتهاش، ما زدتش عليا خدمه فوق هاد الخدمه، لصقته هكا ورقه كامله. ما تقدروا تقطعوا دوك المكعبات الصغار من كل ورقه، وكانت بحال كتشابكوهم وكيعطي افتح الجرت. فصافي تعاوننا عليه، خدمنا عليه. غنخليكم هكا مع الصور شارحين كل شيء، غير بغيت نجي هكا باش نعطيكم بعض النصائح اللي يقدروا يفيدوكم. حتى من الورقه البنات ما تحيدوش لاكول 100%، يعني نتوما كتلصقوا نتوما كتهبطوا في ديك الورقه اللورانية، حيت لاكول ديالو مجهده وكتبرد دغيا. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. When you think that you're lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. صح
غنوريكم شنو كندير دابا. هذا البلاكار هذا اللي تحت لافابو ديما عندي فيه الروينه، سورتو انني كندير فيه مواد ديال التنظيف كما شفتو، كندير فيه داكشي ديال البلاستيك. دونك ما عنديش، ديجا قلتها لكم هاد البلاكارات ديال التحت ما عنديش فيهم لي زيتاجير، يعني واخا ترتبيه يوميا ما غاديش يترتب لك راكم عارفين. فاللي فكرت فيه الصراحه هذه كانت عندي غير محطوطه، كانت عندي في داري القديمه كنت كندير فيها العطريه وكل شيء، من بعد صافي غير حطيتها ما بقاتش عجباتني. فكرت طاحت لي واحد الفكره انه ندير هنايا واحد جوج مسمرات ونعلقها في لافا في البلاكار، يعني فاش غيتصدر ما غاديش يبقى كيبان، وندير فيها مواد ديال التنظيف وسورتو حتى هادو مثلا هادي ديال الغسيل، وهذا اللي كندير فيه الصابون هادو باش نبقى نحطهم تما ملي نكون كنسالي باش يبقى لافابو اولا البوطاجي يبقى خاوي ومنظف. فغادي نشوف كيفاش غادي ندير. هادو عاليين يعني ما يتخشاوش ليا هنا. المهم انا غادي نوريكم النتيجه النهائيه ديال الكوزينه كامله. جبت هنايا الماتيريال جبت المسامر المطرقه باش صايبت هاد البلاكار هذا وصافي. فيما كطيح ليا فيك شي فكره الصراحه كنبقى كنطبقها حيت الا بقيت حتى قلت الغدا مشات. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other, I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me, I don't. Et voilà, résultat final. غتبان لكم فرق كبير بين قبيلات ودابا، بما انه الكوزينه ولات كتبان مضويه. الصراحه عجبني بزاف بزاف بزاف. هو الصراحه كياخذ شويه الوقت في التركيب ديالو، الكولة ديالو صعيبه عرفتوا، الا مشات حتى لصقات ما كتبغيش تقلع. يعني كيخصكم تركزوا معاه مزيان وتعطيه وقيته، ما تكونوش مزروبين. انا راجلي هو اللي تكلف بيه كامل، انا هادشي اللي ديال التركيز ما عنديش معاه، فهو اللي ركبوا ليا كامل. فريمون كيبغي التركيز شويه، مي راه ساهل ماشي زعما معقد ولا شي حاجه. غير هو كيف وريتكم قبيلات بالنسبه لهادو ديال الضو، هاد النقاصات ديال الضو كيخص تحيدوهم كاريمون، يعني تحيدوهم بالفيسات باش يجي داكشي مفيني مزيان. كما شفتوا راه كيجي بحال فريمون راه تحجر ديال بصح. حتى انا عندي واحد المشكله في الكوزينه، هو عندي شوفو في الكوزينه. كيف قلت لكم انا عندي واحد المشكله في الكوزينه، هو انه عندي شوفو في الكوزينه. صراحه ما عجبنيش نهائيا هاد الخيوطه هادو، ما عنديش ليهم حل. مي ما عندي ما ندير، لانستالاسيون ديالو كاينه هنايا، حيدناه كاريمون. راه صورت لكم قبيلات حيدنا التيوات كاملين ازيرو، حتى الروبينيه البنات راه حيدناه كامل كامل كامل، فريمون ديمونطا كامل، باش كتجي الفينيسيون كما شفتوا بحال هكا. فريمون راه كيجي فيني بحال بحال ماشي كاع بابيي. هذه هي اللي فيه شويه صعيبه، مي ريزولطا غزالات بزاف فريمون. ضوات ليا الكوزينه، انا عندي البلاكارات مغموقين بزاف الالوان. هاد اللون هذا كنت صايبت النجار، هذه لقيتها في الدار، مي هذا كنت صايبته انا. وفاش سال النجار وكل شيء بصراحه ما عرفتش المشكله ديال النجاره. كتقول ليهم حاجه وكيديروا لك حاجه على حساب الطوق ديالهم هما، ماشي السواقه اللي كنت اختاريت. انا كنت اختاريت ما يكونش كاع فيه هاد الحفيرات هادو من هنايا نهائيا، انا كنت بغيتو بلاكار عادي ما فيهش كاع هاد الزواقه هادي وهاد التقويصه. نض هو دار لي التقويصه ودار لي هاد الحفره منو راسو فريمون. هادي تقريبا 5 سنين باش هو عندي. الخشب واعر بزاف، الخدمه زوينه بزاف، مي دار لي بغا بحال دابا الهضره ديالو مصايبو على ذوقو. واللون كنت عطيته واحد اللون ديال الخشب فاتح على هكا، وداروا ليا في الكرونه واحد القهوي غادي للكرونه، ولون فريمون لا علاقه. كنشوف ان شاء الله وقيته باش نكون مساليه ونصبغوا. صراحه البابي ضوى ليا الكوزينه بواحد الطريقه زوينه بزاف. قولوا ليا الراي ديالكم كيفاش جاكم، انا عجبني 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 عجبني. عرفتوا راه كنقولوا شادي كوزينتي ماشي كوزينتي. المهم بالنسبه لهادي اللي غيسولوني على هادي، كما شفتوا كيعطي واحد الاضاءه بحال اللي عند كي سبوت في الكوزينه. ها نتوما شوفوا الفرق، هكا شاعله وما شاعلاش، شفتوا الفرق.
كاين واحد الفرق الصراحه مي ماشي بزاف، حيت هذا بيض يعني كيضوي الكوزينه. هذا هو لافونتاج في البيض، هو انه كيضوي لك اي بلاصه درتيها فيه. فهذه هي البنات كانت عندي شحال هذا، فيها شي 8 متر جو بونس، كنت خديتها من مستر بريكولاج فاش يلاه كنت بديت اليوتيوب. كنت بغيت نصايب بها واحد الاضاءه باش نبقى نصور لي فيديو ديالي، مي ما عجبتنيش الريزلتا، ما عجبتنيش النتيجه ديال الاضاءه ديالو، وصافي بقات غير محطوطه كل مره فين كنديرها. وطاحت ليا الفكره انه نحطها تحت البلاكار تولي عاطيه بحال هكا على البوطاجي باش تجي بحال السبوت، وجات زوينه ولات كتعطي اضاءه غزاله. ما غاليش البنات، هذا سميتو في ليد جو بونس، المهم ليد هو ما غاليش، كيتباع بالمترو في مستر بريكولاج، يمكن 25 درهم على ما اظن، حيت خديتو راه كيف قلت لكم هذه شي عامين باش خديتو. زاد واحد الاضاءه زوينه للكوزينه. هذا البنات غادي نبدلو ان شاء الله. البنات اللي متابعيني مش حال هذا عارفين انه كنت درتو في رمضان ديال العام فايت، زوين كيصلاح الا بغيتي تبدلي الرخامه ديالك بلا ما تخسري عليها الفلوس وبداي تهدمي وتبداي تعاودي لي طرافو ا زيرو. بابي اديزيف كيتشرا، وانا كنت خديته من بريكوما ب 45 درهم الرولو، كيكون فيه المهم ما غاديش نقول لكم عبارات حيت الصراحه غير غنخربق عليكم نسيت. مي راه كيف قلت لكم من العام فايت كنعاملوا معامله الرخامه، يعني كنحكوا بجافيل بالتيد بالماء، كل مره ساليت الصراحه تكرفس ليا شويه ولا كيبان لكم كما شفتوا مجرح واحد شويه. سينو مره عام وهو عندي ان شاء الله غير يتحيد الكونفينمون، وغادي نمشي باش ناخذ شي واحد في الوين فاتح، يعني غنديرها رخامه مي في البيض باش يجيني بحال هكا يزيد يفتح ليا الكوزينه. اون اتوندو نصبغ البلاكار. بالنسبه للديكورات البنات غتشوفوا انني خاويه البوطاجي، ما كنحملش البوطاجي يكون عامر، دايره هكا غير دي بتي توش ماشي كاملين، يعني راه ما عنديش دابا منين نجيب الديكورات صراحه، دايره في بالي بزاف ديال لي ديكو مي ما عنديش منين نجيبهم. كيف قلت لكم راه كلشي المحلات سادين دابا، فعديت بداكشي اللي عندي. هذا كنت خديته من ايكيا، كيجي بحال هكا وكتاخذوا هذا الكاش بوحده هو بوحديته، زوينين الصراحه كيعطي واحد اللمسه زوينه في الكوزينه. هذه من اكسيون، هذه من مرجان، هذا الطابلو هذا من مرجان، هذه كنت خديتها عند واحد مول الاواني كيبيع هذا الشيء ديال الحلوه هكا، باش كنصايب ديك كاب كيك ولا شي حاجه كنخشيها فيها. هذا من ايكيا. و هنايا بزاف اللي كيسولوني على هاد البلاصه هذه اللي درت فيها الكويزينيير، كيما عاقلين ان البلاك كانت محطوطه فوق البوطاجي، والصراحه كانت واكله ليا بزاف لي سباس، دونك فكرنا انه نجيبها ونصايب ليها ان بلون دو طرافاي يعني اضافي. شدينا خشبه، هذه غير كونتر بلاكيه البنات، يعني ماشي شي خشب اللي كاليتي ديالو واعره ولا، غير كونتر بلاكيه راه غيبان لكم موكول من هنايا، حيت ان شاء الله مازال ما غلفتو باش نشوف شنو اللون اللي غادي ندير لهنايا هو اللي غادي ندير هنا باش تجي البوطاجي على شكل ال. كيف شفتو مشدود بواحد السيبور هنايا، حتى هادشي غادي يتغلف ان شاء الله وغادي يتصبغ في البيض. واحد السيبور البنات صايبتو على شكل كادر، هانتوما راه غيبان لكم من التحت راه شاد بحال الكادر، شفتو بحال الكادر، وتفيكسا بهادو ديال الحديد، وحده لهيه وحده هنايا، ومخشيه فيه الخشبه، شفتو مخشيه فيه، يعني ماشي الخشبه محطوطه من هاد السيبور لا، هذا راه تصايب بحال شكل ديال الكادر، جيسبيغ بيان يكون كيبان لكم، شفتو بحال الكادر ومخشيه فيه الخشبه. والصراحه صحيح راه كنت حاطه الفران هنايا قبل ما نصايب له بلاصتو، وصافي خشينا فيه البلاك، جات بحال اونكاستريا، انتوما تخشات فيه، شفتو انتوما تخشات فيه البلاك بحال اونكاستريا، وجا الشكل ديالو زوين، جا كيف قلت لكم بلون دو طرافاي اضافي، وخلى ليا المساحه تما ما كلاهاش ليا من الكوزينه. ريزلتا فينال تما المعنات، يلاه يلاه غسلتهم وكلشي، اما هاد البلاصه حتى هي كتسالي، كنجمع كلشي كنردو لبلايصتو. نوريكم البلاصه اللي قلت لكم غادي نصايب، فوالا درت فيها هنايا لي طورشون اللي كنحتاج، جيكس لي غون ديالي، وهنايا علقت هاد الرشاشات ديال جافيل وديال المنظفات، هنا درت هاد لي غوشونج ديال المهم
عمرتها بالمنظفات اللي ممكن انني نديرهم، والصراحه هزات يعني بقى هنايا منظم كما شفتوا. حطيت غير هادو ديال لا فيسيل حيت ما عنديش كيفاش ندير ليهم. قولوا لي الراي ديالكم في التنظيم والتغيير اللي درت في المطبخ. انا صراحه حمقني حمقني حمقني، عجبني بزاف بزاف. انتم عارفين الكوزينه هي اكثر بلاصه كندوزو فيها حنايا العيالات الوقت، والبلاصه اللي كناخذوا فيها راحتنا مزيان مزيان، فندخلوها وحنا فرحانين وحنا عاجبنا الحال وحنا مستمتعين. يعني ماشي داخلينها وكنتسناو غير امتى نخرجوا. بيرسونيلمون كنحماق على شي حاجه سميتها لا ديكو والتاويل، ونكون في شي بلاصه اللي عاجباني 100%. تسمعوا لا فيسيل كدير الصوت. فصافي هذه هي كويزينتي، هذا تغيير جذري خديته بالنسبه للبنات اللي غيسولوني. خديته ب 30 درهم كل وحده، فيها 70 على 77 سنتيمتر، وتقريبا احتاجيت 8 ديال لي كارو وشاط منهم. يعني شي حاجه اللي مزيانه كما شفتوا، راه درتو من الطرف حتى للطرف هنايا. فوالا هذه هي الكوزينه، جيسبر تكون عجبتكم وتكون عجبتكم النتيجه. قولوا لي في التعليقات شنو اللي نقدر نزيد عليها. بيرسونيلمون جادور جادور دوات الكوزينه بواحد الطريقه يا البنات، كبيره بزاف.